صل على محمد وآل محمد. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رعياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك ويتيم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل
تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد.